كل شيء جاهز، أنا فقط بانتظار تالا التي ستصل في أي لحظة. أهلا يا تالا، هيا يا تالا تفضلي تفضلي. هاي أنا اسمي تالا وأبلغ من العمر 11 سنة، أنا من السودان لكنني ولدت وتربيت في قطر. أنا أريد أن أصبح كابتن طائرة عندما أكبر. أنا أدرس في أكاديمية أديسون العالمية في أسفاير. أهلاً وسهلاً بتالا. شكراً. كيف حالك؟ الحمد لله. نورة تالا. شكراً. لاحظت عندما دخلتي هكذا كنت تنظرين إلى الديكور، أعجبك؟ جداً. أنا سعيدة أنك معنا اليوم يا تالا. وأنا أسعد. أول مرة تسجلين برنامج تلفزيوني؟ نعم. لكن تعرفين الأجواء في كل مكان ليست تلفزيونية بحتة، يعني نحن نجلس كما ترين في منزل، أنا وأنت نتحدث كالصديقات. طبعا. سنأكل، سنلعب، سنضحك، سنتفاجأ. أنا متحمسة جدا. فعلا؟ من أي مدينة من السودان أنت؟ أمي من أم درمان وأبوي من الشمالية. منذ متى لم تزوري السودان؟ 3 سنوات. بسبب أجواء كورونا ولم نستطع السفر. تشتقين لأهلك؟ كثيرا، خصيصا مدينة المرابيع لأنها مدينة مثل السفاري. عليك أن تعيش كالسفاري. كالسفاري. ممتع جدا. تالا لديك إخوة وأخوات؟ يس. نعم. كم لديك؟ كم أخ وأخت؟ لدي أخ وأخت. وأنت ما ترتيبك؟ الكبرى، الوسطى، الصغيرة؟ الكبرى. أنت الكبرى. تحبين اللعب؟ نعم. بماذا تلعبين؟ تليفوني والآيباد والكمبيوتر. هل جربتي أن تلعبي على البلاي ستيشن؟ لا. فعلا؟ مرة في حياتي بس كنا في فندق. تحبين أن تجربي؟ ما رأيك؟ لأنني بصراحة أنوي أن أطرح عليك مجموعة، ليست أسئلة ولكن لدي بعض المعلومات، لا أعرف إن كانت صحيحة أم خاطئة عنك، سأطرحها عليك وأنت تلعبين لأرى قوة تركيزك. يعني هل تستطيعين أن تلعبي وتجيبي علي في نفس الوقت؟ سنرى. هذا يعني يعتبر جهاز تحكم أو ذراع تحكم، عندما تبدأ اللعبة سأريكي كيف تستطيعين أن تلعبي. هذه لعبة بسيطة جميلة، كائن في مكان يجب عليها أن يقضي على الكائنات الموجودة ويتخطى حواجز، هذا هو الكائن يمشي إلى الأمام هكذا هكذا بهذا يمين يسار هكذا يقفز هكذا. إذا كان ربما أنت تمشين وتريد أن تقفزي تقفزين هكذا، رأيتيها هكذا. يلا جربي. هذه هي، أحسنتي. طيب أنت يا تالا تحبين الخروج مع صديقاتك أكثر من الخروج مع العائلة؟ خطأ. تفضلين الخروج مع صديقاتك مع عائلتك أكثر؟ نعم، لأن عائلتي بالنسبة لي هي أول شيء ثم أصدقائي. تحبين أكل السمك؟ اقضي عليه، اقضي عليه بهذا، اقضي اقضي. لا. تمكن منك، لا بأس لا بأس. ها هو خلفك، هيا حاربي حاربي. للأسف. أتقدم شيء آخر مثل هذا. نجرب نجرب، هيا نجرب. تساعدين أمك في الطبخ؟ نعم بعض الأحيان في رمضان. في رمضان تطبخين؟ لوحدي أطبخ البيض، سلطة، أشياء يعني بسيطة. بسيطة. لا تحبين السفر؟ لا أحب السفر لدرجة أنني أريد أن أصبح كابتن طائرة. فعلا؟ لا تخافين من المرتفعات، قيادة الطائرة؟ فعلا؟ تستطيع الفتاة أن تصبح كابتن طائرة كالأولاد؟ نعم. تبكين بسهولة؟ نعم. ما أكثر شيء يبكيكي؟ إذا أذيت أحد ولم أستطيع أن أقول له آسف. ومتى تؤذين أحد ولا تستطيعين أن تقولي آسفة؟ مثلاً إذا ضربت أختي بعدين نامت، يعني كده ما قدرت أقول لها آسفة. عندما تشعرين بالذنب يعني. أنت لا تسامحين بسهولة؟
أسامح بسرعة البرق. فعلا؟ حتى لو أخطأ في حقك شخص وضايقك وجرحك وبكيت تسامحين؟ أسامح، لأنه إذا زعلت منه أول شيء راح يروح حياتي من غير ما، يمكن هو شخص أنا أحبه وشخص أبي أكون معاه طول الوقت. أنت طيبة القلب؟ أعتقد أنت جميلة. شكرا. يعني أنت جميلة من الداخل ومن الخارج. شكرا. أحببتي البلايستيشن، ولكن أعتقد هذا المستوى صعب. هو يقول لك اقفزي، يقول لك اقفزي حتى لا يتمكن منك. ما رأيك أن أخذ استراحة ونذهب لتناول العصير؟ أنا أخذ استراحة. هيا بنا، تعالي نضعه هنا. تعالي يا تالا، تفضلي. تالا، ماذا تحبين أن تشربي، عصير البرتقال أم الكوكتيل؟ الكوكتيل. تحبين اللون الأحمر؟ فعلاً؟ لأنه لون قوي. أنا أيضاً أحب اللون الأحمر. وكيف هي علاقتك بالفواكه؟ تحبين الفواكه؟ تحبين الأكل الصحي؟ أحب الفواكه أكثر من الأكل. ما أكثر فاكهة تحبينها؟ الفراولة. تفضلي. فراولة. للأسف لا يوجد فراولة هنا، للأسف. لا مشكلة، أحب التفاح. تحبين أيضاً التفاح؟ التفاح أيضاً يبدو أحمر، انظري. يا سلام، حمراء حمراء. تفضلي تالا، انظري إلى هذه اللوحة. هناك مجموعة من الأرقام، انطلبت منك أن تختاري رقم. ما هو الرقم الذي تختارينه؟ 8. 8. طيب اشربي العصير حتى أرى ماذا يوجد في رقم 8. لماذا اخترتي رقم 8 يا تالا؟ هو عمر أختي ريناد. تحبين ريناد كثيراً يبدو أنك يا تالا. حسناً. تشاجرتي مع أحد أقاربك، يعني ابنة عمك، ابنة عمتك، ابن خالتك. تحلين أنت المشكلة بينك وبينها أو بينك وبينه، أم تستعينين بأمك لتحل المشكلة؟ أستعين بأمي. لماذا؟ إن كانت المشكلة عملاقة وكبيرة وكل هذا سوف أستعين بأمي، لكن عملاقة؟ هل يعني سبق أن حدث؟ هل سبق أن حصل عراك أو شيء عملاق؟ نوب. شجار عملاق؟ فقط شجار صغير، خسرنا في اللعبة. ضربت الكرة في وجهه بالغلط كده. يعني كلها مشاكل غير مقصودة. كلها. أنا فخورة بك جدا. شكرا. يا تالا. شكرا. تفضلي اشربي العصير، رائعة. دودة شريطية لطيفة. بعد الفاصل. يعني بحاول. قوية قوية. الإنسان القوي الواثق بنفسه أحياناً تأتي عليه لحظات ضعف بينه وبين نفسه، يعني يتضايق، يبكي، خاصة إذا كان مرهف الإحساس مثلك. ما أكثر شيء يضايق تالا؟ أنا أفعل خطأ ولا أصححه أو لا أتعامل معه، يعني إذا سويت خطأ وبعدين خلاص سويت خطأ بلا بلا بلا. ما أحب كده، يعني ضايقني من داخل. ثاني شيء ضايقني أكثر 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 شيء هو إنه أمي تزعل مني أو أبوي يزعل مني، لأنه بحس إنه أمي وأبوي مش مفروض يزعلوني، مفروض يفخروا فيه. إذا سوي خطأ بعدين أمي تزعل مني أو أبوي يزعل مني، بحس أنا من داخل يمكن أبكي إذا حسيت، يعني إذا كان إذا قال لك أحد انتقدك، يعني قال لك شيء عن شخصيتك أو عن شكلك أو أي شيء انتقدك، تبكين؟ تتقبلين يعني النقد؟ إن كان نقد سيء أتقبله وأقول باي، يعني ما أحب إنه يكون دراما، يعني بعد يقول أنت كذا وكذا وكذا، كله عشان عاوزين اهتمام، عاوزين يكون هم المصدر بتاع كل شيء. فإذا أحد يعني انتقدني قال لي شيء خاطئ
تستهل أو يعني يضايق شخص، أول شيء بقول له إنه أنت اللي أنت بتعمل فيه خطأ، بعدين بمشي. من أين اكتسبتي هذه الشخصية القوية وهذا النضج؟ أمي وأبي. تتحدثين معهم دائما باستمرار؟ تقولين لهم كل شيء؟ نعم، كل شيء. كل شيء. حتى أمي لدي إصرار، أمي تقول لي أنا أمي، قولي لي، يعني أنا ممكن أنا I trust my mom، يعني تثقين بها؟ أثق بها أكثر من ما أثق في نفسي. ممتاز. لأن هي أمي، هي اللي علمتني، هي اللي والله أحسنت تربيتك، ما شاء الله عليها، أوجه لها تحية هي ووالدك. شكرا. Hi Tyler, this is Sammy. I wish you in my heart that one day you'll be the best airline pilot in the world. Sammy Rama from Australia. I know who Sammy is. من هذا؟ هو من هو؟ خالي. خالك؟ خالي، نعم، لكنه صغير. صغير، كم عمره؟ 9. 9 سنوات. وهو أين يعيش؟ في أستراليا، باث. وماذا قال لك؟ قال إنه هو من أستراليا. أنه يوجه لك تحية من أستراليا. نعم. منذ متى لم تلتقي به؟ لم ألتقي به طول حياتي. فقط طول حياتك؟ فقط عرفت عنه قبل شهر أو شهرين. لم تكوني تعرفي بأن لديك خال في أستراليا؟ لماذا؟ لا أعرف، أمي قالت لم تكلم أبا ذلك، لأن أبوها هو خالها هي، اللي هو جدي، فهو في أستراليا، فإحنا في قطر ما نقدر نتكلم معه. طيب، وكيف كيف كيف عرفتي؟ يعني ما هي مناسبة أن تعرفي أن لديك خال في أستراليا؟ ماذا حصل؟ أمي كانت تكلمه في الموضوع، وبعدين قالت سلمت عليه، وأنا سمعتها تتكلم بالإنجليزي، فقلت لها مين؟ قالت come speak to Tala، يعني أسلم عليه. بعدين لما تكلمت معاه لقيته بيتكلم بالأسترالي، بالإنجليزي أسترالي، وأنا أعرف أتكلم إنجليزي أسترالي. فبعدين سألته أنت مين؟ قال لي أنا عمره لا لا لا، ونتكلم كل يوم 2 و3. طب ماذا تقولين له بما أنك عرفتيه مؤخرا؟ It's good to meet you. جميل أن أتعرف عليك. نعم. سعيدة أنت أنك تعرفتي. نعم. علي. Hi, سلام تالا. I just want to wish you all the best for your future, and I know you will make a great success as you are a bright, very bright student. And being a flight captain one day, I'm sure you will succeed and reach your dream. And inshallah, I will wish you all the best for your future. ومن هذا؟ أستاذي. أستاذك؟ مستر مولر. أستاذك هنا في قطر في المدرسة؟ صف سادس، هو اللي علمني. طب ماذا تقولين له بعد أن رأيتي هذا الفيديو؟ شكرا لأنك ظهرت معي، لأن أنت أستاذ جيد، شكرا لأنك علمتني، بسببك أنا جبت أحسن علامات. علاماتك عالية في المدرسة لتصبحي كابتن؟ كابتن طائرة. كابتن طائرة، ما شاء الله عليك يا تالا. شكرا. هذا صندوق مقسم إلى 3 أقسام. في كل قسم يوجد شيء قد يكون، لا تنظري لا تنظري، يجب أن لا تنظري. أنا خايفة. قد يكون هناك شيء، لعبة، جماد، قد يكون هناك كائن حي. لحظة، تخافين من الكائنات الحية؟ العناكب. عناكب؟ هو انظري، يجب أن يكون الكائن الحي صغير حتى يسع في يعني كل صندوق هكذا حجمه. فممكن أن يكون هناك مثلاً قطة صغيرة، ضفدع. ضفدع كان هناك، قنفذ. قنفذ ربما كان، قنفذ، ضفدع. أحياناً يكون هناك دودة. تعرفي الدودة؟ أحياناً يعني أعتقد في حلقة. تعرفين الحلزون؟ الحلزون جميل، هالحلزون جميل ولا يؤذي، يعني بصراحة هذه كائنات جميعها مسالمة لا تؤذي، يعني قد يكون وقد لا. أوكي. عليك أن تضعي يدك تتحسسين هذا الشيء وتقولي لي ما هو. اتفقنا؟ اتفقنا. دون أن تنظري طبعا، انظري إلى الكاميرا، نبدأ هنا، انظري إلى الكاميرا، انظري انظري. أيوة، هذا هو. هذا قد يكون نائم. لحظة. ما هذا؟ لا لا لا، لا تنظري، لا تنظري، إنه يعني نائم ربما.
هذا شعر مستعار. شعر مستعار؟ ليس شعر حقيقي. متأكدة؟ نعم. لنرى. اسحبيه اسحبيه اسحبيه، اخرجي دون أن تنظري. او ماي جاد. الحمد لله ليس كائن حي. ربما في الصندوق الثاني، لا نعرف. لا تنظري، يجب أن لا تنظري. انظري إلى الكاميرا، أدخلي يدك إلى الكاميرا. دود؟ نو 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 نو، لا لا لا. لحظة لحظة، لا الدودة، بس دودة نظيفة، هي دودة نظيفة، لا تخافي. استحمت هذا الصباح وفرشت أسنانها ويعني رتبت نفسها للظهور على الكاميرا. هاي دودة. لا لا تنظري، لا هو على فكرة لا تستطيع أن ترى، يعني لا لا أستطيع، لا تستطيع أن ترى. لا لا لا، انظري. هنا في حديقة التلفزيون جيم هناك يعني الكثير من الكائنات الحية، تعرفين هناك أشجار ورود، نذهب نجد فراشة، دودة، ضفدع، حلزون، أي شيء. هذه الأشياء نحن نعتني بها، يعني نحن عليها وتشارك معنا في البرامج أحياناً، فهم يعني أليفين، لا يعضون، لا يؤذون، بالعكس أحياناً يغنون، يرقصون. فلا تخافي، هؤلاء نجوم، نجوم، نجوم تلفزيونيين، صدقيني. فضعي يدك ولا تخافي، ستمشي هكذا، تعملي كذا. لا لا، دودة شريطية لطيفة. أخرجيها أخرجيها أخرجيها. لا أستطيع. أخرجيها أخرجيها. لا أستطيع. لماذا؟ ولكن يعني بحنية، أخرجيها بحنية، أخرجيها. لطيفة مع الدود، على فكرة الدود أنت تعرفي فوائد، في صحن. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات. صحن. ما أنا كيف أين سنضعها؟ لا أستطيع، أنا أخاف. لا تنظري، أخرجيها، ستعجبين بها صدقيني. يعني أحسست، أستطيع، لا أستطيع. تعرفي الآن ستشعري أنك، أنا آسفة بس تشعري. هل يمكن لأحد أن يخرج؟ لا تسمع، لا تسمع، ينجرح شعورها. هل يمكن أن نذهب للصندوق اللي بعده؟ لا 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 تجرحي، أنت تعرفين هذه الدودة. أخرجي، أرجوك. سباجيتي بالله عليك، سباجيتي. يعني أنت صدقتي صدقتي صدقت. صدقتي طبعا، صدقتي طبعا، صدقتي. الحمد لله لا يوجد دودة شروطية. انتهى المزاح، انتهى المزاح، كنا نمزح وكذا. لا لا لا، انتهى المزاح الآن. إن كان هناك أي كائن حي تعاملي معه برفق ولين، لأنه على فكرة نحن من يعني من 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 دعاة الرفق بالحيوان، وتعرفين بأن الحيوان روح. صح، يعني يجب أن نعتني به ويعني نضع له الطعام، الشراب. يدخلون أحياناً لأن الأجواء حارة الآن، نضع ماء، نضع، يدخلون. هناك قطة الآن تجلس مع المخرج مثلاً، أين؟ فوق في غرفة التحكم. أحياناً يدخل عصفور، يعني نحن متصالحون مع الكائنات الحية المحيطة بنا هنا. فكوني يعني لا تستطيع أن ترى، مغلقة. قولي بسم الله. بسم الله. لحظة، هناك كائن إذا كان نائم شوكه يكون هكذا، ولكن إذا يعني إذا سمع أي صوت وتضايق الشوك يقف، تعرفين ما هو؟ هجهوغ، قنفذ. أحسنتي أحسنتي. القنفذ من الكائنات على فكرة المسالمة جدا، هو يعني الشوك فقط يحمي نفسه به، ولكن إذا شعر بالأمان لن يؤذي، صحيح؟ قولي لي ماذا يوجد هنا لو سمحتي، ولكن شوي 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 شوي. مستيقظ أم نائم؟ مستيقظ أم نائم؟ مش عارفة. لا تنظري، لا تنظري، ولكن شوي شوي حتى لا يعني إن كان الشوك. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ أتعرفين ربما لا لم يحصل شيء، لا لم يحصل شيء، فقط ربما هو قلت لي، قلتم أنه نائم. لدي إحساس أنه سهم، أنه سهم قنفذ. سهم؟ سهم قنفذ. سهم قنفذ؟ مسالمين صدقيني،
لأنهم معتادون على الظهور على شاشة التلفزيون. لا أستطيع أن أخرجه من هذه الفتحة. طب ما هو؟ هل هو فعلاً قنفذ؟ يعني متأكدة جواب نهائي؟ من إحساسه هذا تشعرين بأنه قنفذ. طب غير القنفذ، أين يمكن أن نجد الأشواك؟ الكاكتس صبار. نبتة الصبار. هل سبق أن شاهدتي نبتة صبار؟ نعم، لدي نبتة صبار في البيت. في المنزل. هل 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 لمستيها من قبل؟ هل تحسستيها؟ نعم فعلاً؟ مع أبي، لأن أبي يعرف كيف أنا. كيف ماذا؟ الغاردنينج. كيف الاعتناء بالحديقة. تشبه هذه يعني؟ نعم. لا، لونها أخضر. هذه لونها أخضر. وردي. هذه لونها وردي. وردي. لكن نبتتي لونها أخضر. أين القنفذ؟ ليس هناك قنفذ. لا يوجد قنفذ. سهم هناك، ليس هناك. أنا يعني بس تتعاملين مع الخوف بأسلوب ناضج. يعني الخوف لا هيك يهزك. لا يهزك، تبقين هكذا. لا جرأة متناهية وثقة بالنفس عالية، رغم أنني حاولت قدر المستطاع يعني أن أخيفك بالحشرات ولكن الابتسامة كانت دائما حاضرة على وجهك. شكرا. ابتسامة جميلة. تعرفين أننا بالابتسامة يمكن لنا أن نكسر أي حاجز يا تالا. يعني أنا في الصباح عندما التقيت بك أول شيء لفتني هو ابتسامتك. شكراً. تبتسمين لأنك تعتبرين نفسك شخصية سعيدة أم تبتسمين لأنه يجب أن تبتسمي؟ أبتسم لأنه أحس أني بالفرحة لما أبتسم، يعني أبتسم وأنا سعيدة، أبتسم وأنا متضايقة من الشيء. يعني حتى وأنت متضايقة تبتسمين؟ لازم تبتسم، لأنه أنا بالنسبة لي لما أبتسم بفرح، حتى لو كنت زعلانة أو هنا لما أبتسم بفرح. جميل، وتفرحين الآخرين أيضاً. شكراً. أتعرفين أنا استمتعت جداً اليوم بالحديث معك، يعني شعرت كأنني أجلس مع صديقة ناضجة وذكية. شكراً. واستفدت منك كثيراً، يعني تقولين الأشياء أشعر أنها تخرج صادقة من قلبك. شكراً. هكذا عندي فضول، يعني أنت لو كنت أنت المذيعة كيف يمكن أن تكون أسئلتك؟ يعني أتمنى أن أراك، يعني هل تسمحين لي أن أكون أنا ضيفة الآن، أجلس وتجلسي أنت مكاني وتسألينني هكذا، تتعاملين معي كأنني أنا ضيفة وأرى كيف ستسألين وتقدمين؟ عندي إحساس أنك ستكونين ماهرة. تعالي أجلسي. شكرا. هاي، ما اسمك؟ أنا اسمي مروة خميس. من أين أنت؟ أنا من الأردن. ما شاء الله. كم سنة لك أنت في هذا المجال؟ منذ زمن طويل في قناة في تلفزيون جيم، أنا منذ عام 2005. تبدين كمبتدئة. يعني أحاول. قوية قوية. يعني خوفتيني من الصبار. فأنت ترديها لي. يعني أحاول أن أستفيد وأتعلم من أخطائي وهكذا. لكنك أنت في الحقيقة جيدة جدا. عن جد؟ لا، أنا استمتعت. أنا هذا ما يعني هذا بالنسبة لي جائزة كبيرة، أنك استمتعتي وأنك ارتحتي اليوم في الحوار، وأنا فخورة أنني حاورت فتاة مثلك. شكرا. متأكدة أنك ستصبحين كابتن طائرة بمنتهى الروعة إن شاء الله. وأنت أخت رائعة لريناد وأخوك، ما اسمه؟ مصطفى. ومصطفى، ريناد ومصطفى هم محظوظين بوجودك أنت كأخت كبيرة. شكرا لهم. لك. أطلب منك فقط شيء أخير. إلى الكاميرا، هذه هي كاميرتك، إذا كنت تريدين أن تقولي شيء لأحد، توجهي رسالة لأحد. شكراً لكل أحد يراقبني الآن ويتفرج علي، وأتمنى لكم السعادة في حياتكم وأن تكونوا سعيدين، ومهما كنتم حزينين بفرحوا، لأنه إذا حزنتوا ما رح تستفيدوا من أي شيء، إذا فرحتوا رح تستفيدوا من حياتكم. الله
الله على حكمة رائعة. أنا سأستمع إلى كلامك وأحاول قدر المستطاع دائما أن أخذ الأمور بإيجابية وأكون دائما سعيدة. والآن حان دور السيلفي لأذكر دائما هذا اللقاء الرائع وهذه الحلقة الجميلة. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.